السلام عليكم، معكم محمد سيدي محمد، رئيس مصلحة التنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الجوية للسلامة الطرقية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بجهة الدار البيضاء سطات. اليوم حضرنا في نظمنا هذه الحملة التحسيسية في السوق ديال الدراجات النارية بحد السوالم. الهدف كما قلت هو التحسيس بخطورة حوادث السير، وفي نفس الوقت نوعيو هادو اللي يلا غياخذوا دراجات نارية أنهم يحترموا قانون السير ويحترموا السرعة اللي كاينة سواء وسط المدينة أو خارج المدى الحضري، يحترموا لي فلوج، يحترموا لي زانتيردي. وكانت مناسبة أيضا أننا وزعنا واحد 20 خودة واقية خاصة بالدراجة النارية، واستهدفنا في هذه المرحلة هذه أصحاب يعني تريبورتوراز. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى وكنشكروا لا أنسى أننا نشكروا السلطات المحلية على المساهمة ديالها وعلى المشاركة ديالها والتنسيق ديالها، وسواء القائد ديال المنطقة حد السوالم والدرك الملكي اللي وقت معاهم من البرنامج الوطني اللي كانوا داروا في أحد الفنادق بالدار البيضاء، وشت الخريطة الوطنية وشت البرنامج الجهوي. دابا الإخوان كيديروا التفعيل والتنزيل على أرض الواقع هذيك التوصيات وهذيك القرارات اللي تخادت في هذاك الاجتماع اللي ترأسه السيد رئيس اللجنة الوطنية ديال السلامة الطرقية. وأنا بدورينا منخرط معهم في الحوار معهم في إيصال القضايا والمشاكل ديالهم لا على مستوى الجماعة الترابية مجلس الجهة الدار البيضاء سطات، ولا عوادية النتيجة على هاد الشيء. هذا راه خطيره، راه كما قلت قبيله راه كتفوت بعض الامراض اللي هي يمكن كنلقاو لها حلول علاجيه طبيه، ولكن هذه راه الله يستر راه الضربه بالراس راه اخطر ضربه في الجسم. استاذ، بالنسبه لهاد الحوادث اللي كاينه دابا، واش كاين شي اجراءات كتقوموا بها من اجل الحد ديال هاد الاجراءات؟ هو التشريع والقانون، القانون كاين، وكاين اللجنه الوطنيه اللي مختصه بالسلامه الطرقيه اللي كاين هو المساهمه والانخراط ديال المستعملين ديال الدراجات. حنا اهل القطاع ابعد عن جد، حنا وهاد المهنه وارثينا، ماشي من حيله، حنا وارثينا. حنا غندوي معاك على دوك الناس كيباريو الدراجه الناريه، هذاك الشيء ما كيخدمش. حنا الموطور كيخرج في الميطور ديالو كيخرج 49 سم كيب، كيخرج كنقولوا حنا في فرنسيا فيلو موطور. هاد الدراجه الناريه كتخرج فيلو موطور، الناس كيمشيو كيديروا ريبوراسيون، كيديروا السيلان ديال 110، كيديروا 150، كيديروا 180، كيديروا داك الشيء اللي كيبغيو. البياسه اللي كيبدلوا كله كاين داك الشيء في السيلان. السيلان كاين السيلان، هاد السيلان اللي كاين دابا في هاد الموطور اللي عندنا حنا في الدرجه الناريه ديال 200 ثانيه وديال 50، وهاد الشيء راه ما كيوصلش 49 سنتيمتر كيب، راه كيساوي 33 في البيكوريز ديال التول. 33 كيساوي، يعني 33 اش كتخدم؟ ما غايمكنش ديك 33 تسوق بها واحد الدرجه ناريه، ما يمكنش غتزيد في جوج بلايص، ما يمكنش غيطلع العقبه. في المساله كتعرض الشباب للهلاك، وكتسبب للمواطنين كل معاق، كيقتل واحد، كيقتل راسه، كيقتل مراه كبيره، كيقتل واحد الرجل كبير، شاب، ولاد مدرسه، اي حاجه. حنا عندنا قطاع، عندنا ادراج جسيمه، ما كاينش يتصرف لينا حنا. حنا كنهزوا روسنا وما كاينش كيتصرف لينا حنا، دقينا البيبان، درنا الشكايات، ما خلينا فين مشينا، حتى واحد ما عطانا حقنا، حتى واحد ما دافينا، حنا اللي كنناجلوه وكنطلبوه هو سيدنا الله ينصر. الحاج عبد الحكيم، رئيس جمعيه السوالم الكتاب وحرفيه الدرج الناريه، الحمله الهدف منها هو تحسيس الشباب الطائش والمتهور اللي كيسوق الدراجه الناريه بتهور. حنا درنا هذه الحمله التحسيسيه في السوق ديالنا اليوم بالشراكه مع جمعيه سفراء السلامه الطرقيه بالمغرب، وبحضور الامين ديال القريعه الحاج بوطاجين رئيس جمعيه احرار الدريسيه. درنا هذه الحمله باش درنا حمله هي توعويه وتحسيسيه. لا نارسه الحمد لله، درنا معها واحد الشراكه وعطاتنا جابتنا لي كاسك اللي من جوده عاليه باش نفرقوهم على اصحاب الدراجات الثلاثيه العجلات اي تريبورتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. معكم عز الدين ابو تاجر، رئيس جمعيه الاخلاص لبائعي ومشترين وكتاب ومهني قطاع الدراجات الناريه. جينا مدينه حد السوالم باش نشاركنا في هذه الحمله التحسيسيه لتنوير المواطنين وحثهم على احترام قوانين السير. وكما هو معلوم ان احترام قوانين السير هو امر مطلوب
مطلوب شرعا وعقلا وقانونا ومنطقا، لان هذا يخدم الصالح العام. اكيد لا خدينا هذه الخوذه ماشي غادي نمشيو نحطوا هاد الناس كيجروا مورانا باش يديروا واحد التوعيه باش نبقاو ديما على بال، نتجنبوا حوادث السير بزاف، نتجاوزوا ما نبقاش نتجاوزوا السرعه المفرطه. المهم كنشكروا هاد الجمعيه المبادره اللي دعمتنا، غتحافظ على السلامه ديالك وعلى حساب جميع اللي في الطريق المواطنين اللي كيكونوا على الراجلين ولا في السياره ديالو.